stay at the middle of us. You face that here. I don't talk that. Then you run after for me. I read the difference. Come on, guys. What happened? What happened? Play with me. استلم عمل متابعه باص وكات كل الكلام ده، لكن درايف عمله هذه المره الاولى ويحصل على الخطا الاول من عبد الله. 30 19 عدم نجاح للرميه، ولكن لا زال التقدم للوكراوي واختراق هذه المرة لفروف والتصويب مش بتاعتك دي مش بتاعتك. أبو بكر إيه نفسه اتفتحت ولا إيه؟ لكن فين المتابعات؟ من جديد الوكرة جوليوس 30-21 التمريرات والمحاولات وتصويبه غير ناجحه، لكن تابع تاني من ستوفر. هو يحب المسافات ويحب المساحات ويحصل على الخطا من ياسين اللي نزل بديلا عن دبل جامب. امكانيات بدنيه عاليه جدا لهذا اللاعب. نتيجة اللقاء على وجه الكوتش 30-21 أعزائي المشاهدين. عدم نجاح للرمية الأولى من ستوفر. متبقي 5 دقائق نصل لمنتصف اللقاء. نجاح للرمية الثانية. الفارق يصل لعشر نقاط. باكار ديانجا هو صانع الألعاب، كلف بهذه المسؤولية. والمحاولات من جديد. كوستاس كوستاس دفاعات ايه بالنار، لكن هنا مكانه الطبيعي للاستلام. جاي يعمل موف المرة دي، قفلها له عبد الرحمن و الدرويش بالتاتش كده لبناء هجمة جديدة. تمريرات ومحاولات ودفاعات أيضا من فريق السد من أجل سد ثغرات. عبد الرحمن 1-1 الحصول على خطأ شخصي. إذا خطأ شخصي تاني على ياسين، ما عرفش يتصرف طبعا مع عبد الرحمن. فرق الطول لمصلحة عبد الرحمن والخبرات. تضيع الرمية الأولى، خطأ شخصي تاني. طبعا بنشي التبديل لفريق السد مش نفس طبعا المستوى.
مستوى اللاعبين اللي في الملعب، هي دي هتكون الخير. اربع دقائق 29 ثانية متبقية على نهاية الفترة الثانية. وتصويبة، تصويبة ايه؟ جوليوس جوه التيشيرت بتاع كوستاس مش مديله فرصة. في نفس الوقت يتم التبديل في الوترة، نزول لعبد الله شاهر بديلا من عبد الرحمن. اعزائي المشاهدين اهو عبد الرحمن خارج. دفاعات ضغطة من السنتر في هذا الاثناء، ينجح فعلا الدفاع الناضج والترانزيشن وديفنس بالليفت هاند جميلة على طول، استشعار الخطر والتايم اوت للوكرة. شوف 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 على طول، يا سلام رائع يا ابو عيسى، هنشوفها طبعا تاني وتالت ورابع والتايم اوت. ونعود وسط حماس من دفاعات السد، وسط تأكيد للتقدم وازدياد الفارق والعودة للعشر نقاط أبازيان، وبالفعل الدفاعات الجيدة هنا لسين 3-3. أبو بكر هو ده سلاح فتاك، لا يمكن الاعتماد على الانسايد على طول على فلاديمير، لازم هذا الاختراق الأكثر من هام. أعزائي المشاهدين، وفلاديمير 2.7 متر، لاعب طبعا مواليد 88، لاعب ايطاليا اسبانيا، لو قعدنا نتكلم عليه مش هنخلص، كارير كبير جدا. لكن ايضا لابد من الهاوي يوسف، احمد يوسف الدرويش، يا سلام يا كابيتانو يا كابيتانو، يصوب ويسجل ويذهب بالوكرة بجديد للبعيد. اعزائي المشاهدين 2-2، ما شاء الله عليكم يا احمد يوسف. ياسين في محاولة عنترية وفلاديمير، ويا سلام يا راجل الذهاب تاني او صوب، عملها جميلة فلاديمير بيهايند باص، لكن فظيع الانسايد والكرة الخارجية. تبديل من جديد، نزول لعبد الرحمن، شوف الكرة الأخيرة اهي من بابا كار، دفاعات جيدة. ألف سلام عليك يا ياسين. تم تبديل أيضا ياسين، ونزول لعمر سعد. وعبد الرحمن ولكن خارج السلة، لم تنجح من التصويبة. بابا كار وفلاديمير من برا، فلاديمير لكن خارج السلة. بهدوء جوليوس. من جديد عبد الرحمن، فينك يا ستوفر، يا الباس عرفان والكيك اوت جوليوس. الله 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 الله، ايه مش ممكن مش ممكن، سيل وموج موج مستمر من التصويبات الثلاثيه الناجحه للوكراويه. 37-25، تقدم وكراوي عريض ب 12 نقطه، وحرق فلاديمير وسط ثلاثه. لاعب كبير كنت بحكي لسه عليه مع حضراتكم في مونتينيجرو الجبل الاسود، عنده كارير كبير جدا هذا اللاعب العملاق.
فوتورك رائع، بيلعب ثلاثة وأربعة يعني بصراحة رغم كل ده كله لكن بيقدر يصوت من بره. وهنا من جديد جولي يوس، لا 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 لا، دي مدافع مدافعية الوكرة، ثلاث تصويبات بثلاث ثلاثيات متتالية. فيصل بيقول أنا كمان بصور، ورد عليهم أبو عيسى بتصويبة. هنا ثلاث تصويبات ناجحة لفريق الوكرة، يرد أبو عيسى بتصويبة، وفي دقيقة أخيرة 10 نقاط. ومن جديد عبد الرحمن 1 on 1 مع أبو عيسى وأحمد جوليوس، والتصويب أندر بريشر، ولكن في الأخير مع باباكر وسط أربعة عمر فلاديمير، والعكسية لكوستاس تضيع لأبو بكر بالمتابعة. من جديد هجمة جديدة 28 ثانية، فلاديمير الباص الكات، هي كيك اوت أبو عيسى، الله الله، لا حلوة 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 اللعبة الأخيرة من ثنائي فلاديمير، هذا الرائع فلاديمير داسيج. هنشوفها من جديد مع أبو عيسى. السد يبحث عن بطولة بعد غياب من 2012 لما خدوا البطولة اللي فتحت لهم، بعد كده خدوا بطولة الخليج لو نتذكر 2013 في عمان، و2014 هنا في الدوحة كانت كوتش قصاي لما حصلوا على البطولة الثانية. تايم اوت ونعود لنستكمل بمشيئة الله. طبعا مدربين السد ومحبي دول كابتن عمرو وكابتن مصطفى وكابتن خالد رئيس الجهاز. وهنا البحث عن العوده للبطولات. هو اي نعم السد خد مرتين، لكن طبعا الريان 9 مرات والغرافه 4 مرات اعزائي المشاهدين. فالسد عاوز يوصل نهائي، ما وصلش من الموسم القبل الماضي او الماضي على طول، خسر من ريان. الوكره لم يحصل على البطوله ولا مره. لوحة الشرف فيها ريان وغرافة وسد وقطر والجيش والعربي حتى الآن. هل يعمل معاهم التاريخ هذا الكوتش ويوصل للفاينل من جديد؟ هنشوف، لسه بدري، لكن حتى الآن كفة الوكرة أرجح. كل ده هنعرفه في الاستوديو التحليلي بعد أقل من دقيقة 21 ثانية، وسنتابع معكم بمشيئة الله هذا اللقاء لنصف النهائي كأس سمو الأمير قبل اللقاء التالي العربي جوليوس. والهجمة تكاد تكون الأخيرة، 40-30، دفاعات بدون ضغط، يعطي الفرصة للوكرة لإنهاء الهجمة بأريحية. بالفعل جوليوس 5 ثواني الاختراق والبحث عن الخطأ أو السلة، ولكن دفاعات جيدة من فلاديمير. إذا هي نهاية لمنتصف اللقاء، الوكرة ب 40 نقطة مقابل 30 نقطة للسد. أعزائي المشاهدين نطير سريعا والاستوديو التحليلي مع الزميل العزيز سهيل بن عمر وضيوفه. لك الكلمة سهيل، تفضل. Thank you.
شكرا جزيلا للزميل أشرف توفيق. إذا نهاية شوط المباراة الأول، السد الوكرة 10 نقاط فارق لمصلحة نادي الوكرة. تحدثت قصي عن نقطة هامة، قلت هل أنه نادي الوكرة أكثر استقرار فني مقارنة بالسنوات الماضية؟ على ما أعتقد ما تبعناه في كأس قطر، ما نتابعه في كأس سمو الأمير، يعني إجابة واضحة وجلية. فنيا أكثر استقرار من حيث الأداء، وربما أيضا أخذ عبرة سيمي فاينل كأس قطر. أكثر استقرار وأكثر انسجام وأكثر بنشوف يعني المعنويات أو الكونفيدنس اللي أخذوها بكأس قطر عم بتكون مبينة معهم. يعني كان فريق الوكرة بأوقات لما بيصير في ضغط أو لما بيروح منه الفرق بيصير عنده ضياع كبير بالملعب. اليوم عم نشوف يعني حتى بالوقت اللي بيكون في ضغط عليهم عم يعرفوا يتعاملوا معه بشكل سليم، يعني عم يقدروا محافظين على رتم المباراة، محافظين على الفرق اللي عم يعملوه. بداية المباراة السد عمل شغلة كثير منيحة دفاعيا، كان عم بيحط ضغط على جوليوس ما يخليه يستلم أول كرة، يعني حتى ما يكون في ترانزيشن أوفنس عليهم، لأنه جوليوس بالأوبن كورد لاعب كثير خطر. بس بنفس الوقت يعني عم يشوف على الفايف وان فايف صار عندهم، يعني لما بيكون في سد أوفنس نادي السد عم بيكون في بعض الضياع، تحركات الوكرة عم تكون كتير نشطة. يعني تفادى ربما قصي ما تحدث حوله، قلت في البداية أنه هناك بعض ثغرات دفاعية في نادي الوكرة خاصة فيما يخص الوان وان. صحيح، يعني بس اليوم عم يشوفه منظم أكثر هجوميا. يعني كان هجوميا لما بيصير في ضغط بنشوف اللعيبة بتروح على أول أوبشن على الوان وان. اليوم حتى لما بيصير ضغط عم نشوف التحركات اللي عم بتصير، يعني الكرة على طول عم تنتقل من الانسايد للاوتسايد، عم يكون في كيك. جوليوس اخذ تسديدات يعني باوقات كثير مهمه، يعني كل ما بيكون السد عم يجرب يلحق الوكره كان عنده تسديدات ونسبه عاليه بالثري بوينت. انا بعتقد هجوميا السد ما كانوا عاطلين لدرجه، يعني برجع بقول لك يعني التسديدات المستعجله من اللاعبين بالاخص اللاعبين الاجانب هي عم تأثر سلبا لأنه هول التسديدات عم ترجع بسرعة على يعني أوقات الديسيجن الغلط بالأوفنس تكلفك كثير بالديفنس. فإذا المباراة سرعت، يعني إذا كان رتم المباراة سريع هيكون على طول الأدفانتج لفريق الوكرة، لأنه عنده بالأخص جوليوس لاعبين بيعرف كثير منيح ينهي الهجمات السريعة بشكل سليم. لاعبين يعني العكس عم يكون، اللاعبين الوكرة عم يلعبوا اللاعبين الأجانب اثنيناتهم من برا، بينما اللاعبين الأجانب عم يلعبوا من برا بس مش هيدا البوزيشن. يعني اللاعب بعتقد اللاعب الأجنبي الثاني بفريق بيقدر يكون فعال أكثر تحت السلة، لأنه على عرفان يعني عرفان شفناه ماخده كل الوقت من برا عم يقدر يخترق عليه، يعني عم بيروح على التسديدات اللي بعتقد هو إذا بيفوت على السلة بيكون فعال أكثر. نعم، هو كابتن لو أعود حتى إلى الديسكاونتينج، إذن إلى بعض الإحصائيات، 3 من 15 على مستوى 3 بوينت بالنسبة لنادي السد، وهذا ما تحدث حوله. هل تعتقد أنه نقطة من نقاط ضعف نادي السد على مستوى الهجوم هو التسرع في إنهاء الهجمة؟ طبعا أنا مثل ما قلت لك كابتن سهيل، السد اليوم المعنوية كانت عنده عالية جدا، ف المعنوية العالية أثرت سلبا أعتقد على الفريق. صغار عمر، فريق كلهم شباب، بالضبط نقص الخبرة، فكانوا يستعجلون في الهجمة. ولما يصير عندك استعجال في الهجمة بعد في الرجوع، أنا لاحظت اليوم ملاحظة على نادي السد اللي هو الإحباط اللي قاعد يصير بعد نهاية الهجمة. الميزة اللي كان يملكها نادي السد في اللعيبة الصغار في العمر سرعة الرجوع في الدفاع بعد الهجوم، لكن اليوم لاحظنا أن الوكرة بعد كان منظم أكثر. لاحظنا حتى في الدفاع والانتقال من الدفاع للهجوم كان عندهم الكرة تدخل انسايد وتطلع برا اوتسايد. لاحظنا المحترفين اليوم عندهم كانوا فعالين جدا. لاحظنا ايضا عرفان على مستوى الدفاع كان مسيطر على المحترف بتاع نادي السد. لاحظنا اليوم الوكرة ايضا الفرق عن المباريات السابقة، لان لاحظنا تنظيم اكثر، التنظيم يؤدي الى سكور. لاحظنا بعد الحماس والمعنوية العالية، لأن هذه اللي كان يفقدها نادي الوكرة في المباراة السابقة في المباراة. نعم. طبعا الخبرة زائد المعنويات العالية زائد توليفة المدرب أعتقد الانضباط التكتيكي بتأدي أيضا إلى
السكور اللي شفناه حاليا. نعم، ما المطلوب من نادي السد قصي؟ يعني اول شيء يعني اذا بنشوف البرسنتج على الفري بوينت هلا يعني في اوقات كثير 3 من 15 20% اوقات كثير من المباريات انت بيكون عندك برسنتج واطي يعني بالثري بوينت او حتى على التو بوينت، بس بتكون ماخذ تسديدات صحيحه بس ما بيكون عندك الـ 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 التوفيق بالتهديف. بينما احنا ال 15 من 3 اذا بنشوف يعني انا بجزم انه 6 الى 7 تصويبات ما كانت صحيحه، يعني ما كانت جود ديسيجن وما كانت بوقت سليم يعني الاختيار. انسايد جيم اذا بنشوف حتى يعني هلا بالهايلايت الانسايد جيم اغلب الوقت اللي اخذوه السد كانوا عم يقدروا يسجلوا باريحيه اكثر. فانا برايي فريق اعتماد الانسايد اكثر، اعتماد الانسايد واعتماد يعني اذا ما كان في ترانزيشن يلعبوا بعد اكثر اوبشنز يعني بالاوفنس، ما بيروحوا على 24 يعني 24 يعني ما بيروحوا على اول اوبشن او ثاني اوبشن، او بيروحوا بكير بالهجمه على الواحد على واحد اللي هي بتنتهي يعني تقريبا بثري بوينت. دفاعيا يعني فيصل لحد هلا ما ادري حد من خطورته لجوليوس، فيمكن اذا بيصير في تغيير افضل لاعب في المباراه 17 نقطه، اذا بيصير في تغيير يعني من بين الاشخاص اللي مين بيدافعوا على الـ على الـ على الملعب، او حتى كان اذا صار في تجربه لدفاع الزون او غير دفاع المان تو مان، اذا رجع مثل ما اول ما بداوا المباراه فريق السد كان في ضغط دفاعي على جوليوس حتى ما يستلم الكره حتى يخف اللعب السريع، فهول الامور بعتقد بيكونوا فيهم يعني بيكون ادفانتج اكثر للسد حتى يقدر يرجع بالمباراه. كابتن لك اضافه حول ما مطلوب من نادي الاسد؟ تحدث كابتن قال ربما على مستوى الاوفنس بالفعل منطقي جدا، بالعوده الى الاحصائيات قلنا 3 من 15 يعني نسبه ضعيفه جدا فيما يخص الثلاثيات، يجب اعتماد 24 سكندز وبالتالي اعتماد الانسايت اكثر. من الناحيه الدفاعيه ايضا بعض اللقاء، لك اضافه ربما في ما المطلوب من نادي الاسد ان اراد العوده في هذه المباراه؟ نتحدث على 10 نقاط فارق، يعني ما زالت المباراه لم تنتهي. انا اعتقد اول حاجه 10 نقاط ليست كافيه. الشيء الثاني بالنسبه للدفاع لنادي السد، مفروض يرجع السد اللي شفناه اخر 3 مباريات اللي هو الدفاع ضاغط على حامل الكره، تكثيف ابو بكر اللي هو صانع الالعاب حق نادي السد مفروض يكثف الضغط عليه، واعتقد راح نشوف الشوط الثالث المدرب السد بيقوي الناحيه الدفاعيه اللي هو الضغط على صاحب الكره او صانع الالعاب في نادي الوكره، لانه هو العقل المدبر اللي تدار من خلاله الكره. السد اذا بغى يرجع مفروض يرجع دفاعيا اولا ومن ثم يفكر هجوميا، لان اليوم لاحظنا كوره سهله جدا قاعد توصل لسله السد ويجيبونها الوكره، في نفس الوقت قاعد يحصلون على فاولات اكسترا وان شات، فهذا قاعد ياثر معنويا وينزل في السد تحت، وخاصه انه ما يملك التبديل السد، المشكله الوحيده اللي قاعد انه ما قاعد يملك التحليل. الوكره اعتقد ماشي باريحيه، بيكلم المدرب بيقول حق لعيبته استمروا على اكثر نفس النهج، لكن نحاول نفرق الفارق. السد حاليا او الوكره اذا السد استمر على نفس النهج اللي بدا فيه الكوارتر الاول ممكن يعدل النتيجه، 10 نقاط ترى 2 3 بوينت او لا 4 هجمات. والوكره كذلك وما زال شوط كامل يعني بالضبط، بيشدد الوكره على انه يوسع الفارق اكثر على اساس يكون في المنطقه المريحه في الشوط الرابع. هو يعني قصي الوكرة لها المفاتيح، تو لو نتحدث حتى في شوط مباراة ثانية سأحدث كما قال على دكة احتياط أيضا، بقطع النظر عن المفاتيح المتواجدة، بقطع النظر عن المحترفين، بقطع النظر على جوليس، إلى حدود هذا التوقيت لم يستطع التعامل معه جيدا نادي السد، وأعتقد أنه مفتاح من مفاتيح نادي السد إن أراد العودة في هذه المباراة. الماتش أو الدفاعي والهجومي عم يكون بصالح الوكرة، يعني اذا بنشوف اللاعبين يعني عرفان بيقدر يدافع، اللاعب الاجنبي بيقدر يدافع على ياسين مثلا اذا نزل، او حتى يقدر ياخذ فيصل او عمر سعد، بينما العكس بالسد، يعني احنا عم نشوف السد عم يلجأ بعض الاوقات للسويتش، يعني بحيالة سكرينات، يعني الوكره عم يعمل شغل كثير منيح، السكرينات القوي يعني مش السكرين على طول اللي حامل الكره، لهذا عم بيولد خلل بدفاع السد، اوقات عم يعملوا سويتش وهذا السويتش اللي عم يكلفهم كثير، لانه بعد السويتش عم بيكون في ضياع، يعني
بيكون اوقات في فري بوزيشن عم يستغلوها يعني. او الطويل جوليوس التسديدات اللي اخذها اغلبها هي من بعد سويتش صار، لانه جوليوس عم يعمل هو سكرين لعرفان، يعني عرفان عم بيروح تحت السله، فاذا صار سويتش بيصير فيصل معه، واللاعب الطويل ما بيلحقوا لجوليوس لبرا، يعني عم بيكون تقريبا عم يعمل دبل تيم. فالروتيشن الثاني اذا ما كان في روتيشن بعد السويتش او بعد الدبل تيم، هذا اللي عم بيولد خلل كبير بالدفاعات السد. نعم، سيناريو شوط المباراه الثاني في اعتقادك من حيث حتى الدفاعات الثاني؟ اعتقد ما راح يصير في تغيير كبير كابتن سهيل، لان نفس سيناريو الشوط الاول هي امكانيات وامكانيات لاعبين. السد ما يملك التبديل السادس، فهذا ياثر، يضع المدرب تحت ضغط كبير للامانه انه يحافظ على الخمسه اول حاجه. هو ليس له حلول. ما عنده حلول بالضبط. لكن نادي الوكره انا اعتقد اليوم في معلوم، في شيء فني انا شفته اليوم، الهجمه بتاعت نادي الوكره كان فيها تنظيم اكثر، وتنظيم رائع للامانه. شفناها يعني الكوره قاعد تمشي 24 ثانيه وتنتهي صحيحه، والرجوع للدفاع ايضا صحيح. الشوط الثالث الان السد بيبين من اول خمس دقائق، اذا قدر يسقر الفارق شوي ويكمل ممكن يصير الوكره تحت ضغط، او الوكره اذا قدر يفرق الفارق الى 15 16 نقطه اعتقد السد بيصير عندهم السيناريو بتاع السد فتح نقاط الاستفهام. بالفعل اعتقد هناك سيناريو اقرب، السيناريو الاقرب انه نادي الوكره ربما يبحث عن انهاء المباراه من خلال كوارتر فيل، ومفتاح المباراه هو الكوارتر فيل. اذا احنا مثل ما نحكي على طول انه على الورق، على الورق بطبيعه الحال، اذا بدنا ما في اشكال قصي، انت على الورق مو عاجبك، على الورق ننزلوا نلعب يلا. لا على الورق، اذا الفريق السد بده يلعب لنقول كلاسيك جيم، يعني مثل ما صار بالشوط الاول، اكيد الادفانتج الكبير حيكون للوكره. قديه راح يجرب دفاع مغاير للدفاع اللي لعب، يعني اذا بده يلعب ستريت مان تو مان مثل ما كان عم بيصير. قصي لو كنت على راس نادي السد، هجرات الملابس، التوصيات الفنيه، التعديلات المطلوبه والمهمه في اعتقادي، بدي اعمل ضغط اكبر دفاعيا، يعني ما في اعتمد زون ماتشاب مان تو مان، بدي اعمل يمكن زون بريس، يمكن بدي اعمل دبل تيم مع روتيشن اسرع، يعني يمكن احط ضغط على جوليوس اكثر لانه هو المسجل، لحتى اشوف الفريق الثاني مين ممكن يقدر ياخذ المبادره حتى اقدر اغير فيها، لانه جوليوس هو هلا المفتاح الكبير للفريق. وبعتقد جوليوس هو مش بس عم يسجل، يعني عم بيكون مرتاح يعني بالجيم تبعه، وعم يقدر ياخذ ليدرشيب هجوميه كبيره، يعني مثل ما قال عم يشوف السيستم تبع الوكره عم يمشي للاخر، لانه ما في يعني عم ياخذ الحلول كلها، لانه ما في ضغط دفاع او ما في ضغط على اذا بدك اللي معه الكره، يعني احنا ممكن جوليوس ما نعمل عليه ضغط لانه جوليوس بيقدر يتحمل الضغط وبيقدر يلعب واحد على واحد، بس ممكن نعمل ضغط على احمد، ممكن نعمل ضغط على ستوفر، ممكن نعمل ضغط على عبد الرحمن يحيى، يعني دربكت نوعا ما المنظومة حتى تغير شوي، لأنه إذا قدروا ضالين عم يلعبوا السيستم اللي هني مرتاحين فينا أو عم ياخذوا كل الأوبشن، فريق الوكرة عم يضلوا بالجيم مرتاحين، يعني ممكن تنزل الفرق يرجع يطلع وياخذوا، لأنه دفاعيا لحد هلأ الوكرة قادرين يعملوا ماتش أب كتير منيح على السن. نعم كبس، ما اضيف كثير صراحه لك القرار الفني الكابتن قصي، لكن مثل ما قال الوكره قاعد يلعب اريحيه تامه لانه ما لقى الضغط اللي قاعد مفروض يتوقع من السد. اعتقد ان الوكره بيحاول يكبر الناتج كبير. السد اليوم ما كان نفس المباريات السابقه، حتى الوكره اعتقد انه ربما ايضا الروح والانرجي بالضبط، وكان انرجي بالفعل الروح، ما هو الروح لما تكون عند اللاعب تولد طاقه ايجابيه بالفعل. الطاقه الايجابيه هذه قاعد يسوونها في الملعب اليوم، لاحظنا لانه كان اكثر اجريسيفيتي في نصف نهائي كاس قطر بصراحه، كانوا شرسين اليوم الوكره للامانه، الكوارتر الاول والكوارتر الثاني شرسين، بعد كل سكور نلاقي فرحه في الملعب في البنش مع المدرب، كان في تواصل. السد المفروض اذا كان يبي يرجع للمباراة يغير طريقة اللعب إلى الدفاع الضاغط نفس ما احنا متعودين عليه. نعم. كنادي السد. شكرا جزيلا كابتن مشعل لانزيد، أنا الشكر موصول أيضا للكابتن قصي حاتم من جديد إلى أرضية الملعب. شوط المباراة الثاني دائما، ودور نصف النهائي الأول بين الوكرة والسد، نهاية شوط مباراة أول بفارق 10 نقاط 40 مقابل 30. من جديد الكلمة
للزميل أشرف توفيق. تفضل أشرف، لك الكلمة والمايك. شكرا الزميل العزيز سهيل بن عمر، واستمتعنا بهذا الاستوديو التحليلي ما بين شوطي مباراة الوكرة والسد في نصف نهائي كأس سمو الأمير. كوتش قصي حاتم والكابتن مشعل، بالفعل أعزائي المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نستعد لشوط ثاني لا يقبل القسمة على اثنين. السد والتعليمات الأخيرة والكوتش في حيرة أمام الوكرة الأكثر تنظيما في مباراة مؤهلة لنهائي كأس الأمير. الأربعاء القادم بمشيئة الله. الطرفين بالصدفة كانوا موجودين في آخر اثنين نهائي لكأس الأمير. دي طبعا السد خسر أمام الريان، الوكرة خسر أمام العربي. إذن الفريقين هما طرف النهائي السابق والقبل الماضي، وفي حوزتهم الاثنين فضية، آخر اثنين فضية في كأس الأمير. لكن يظل الريان هو صاحب الأرقام القياسية أعزائي المشاهدين. لك أن تتخيل هذه هي النسخة التي تحمل رقم 21، 20 نسخة مضت. الريان 9 فوز بالمركز الأول، 5 بالوصافة، يعني 14 فاينل يحمل توقيع الريان. يأتي بعد ذلك الغرافة بـ5 وصول للنهائي، منهم 4 بطولات، السد بطولتين، قطر بطولتين، الجيش بطولتين، والعربي بطولة، والوكرة في البحث عن البطولة الأولى. أما السد أيضا يبحث لعودة الانتصارات، آخر مرة حصل السد على البطولة موسم 2012. الحديث ما بين زينل أو يوسف زينل حكمنا المميز الرائع، ومعه فلادا، وعلى إدخال الكرة الحكم الأول للقاء الحكم الدولي خالد الأحبابي، فيصل أبو عيسى، عمر، آمال كل أبناء الزعيم، أبناء الديب، على هؤلاء الشباب الجيل القادم، الجيل اللي وصل مش القادم، أبو بكر وفيصل وعمر، ومعهم كوستاس والأوفنسيف فاول. لا واضحة الفاول، جوليوس بيضحك طبعا، ضحك عليه كده، بنقولها بالعامية، تمركز خلاق، بالفعل واضحة جدا، بوش واضح جدا من كوستاس فيسيليانيس. الخطأ الشخصي الثاني، 40-30 فارق 10 نقاط، ورايح عرفان سعيد يسجل نتيجة الخطأ الدفاعي في السويتش، يسجل بسهولة. وهنشوف هنا أبو بكر استمر وفيصل يرد وكوستاس جاست تاتش. إذن من جديد الوكرة يتقدم هذه المرة ب 12 نقطة. تصويبة، لا 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 لا، تصويبة روعة 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 روعة. شوف الهدوء، روعة في الهدوء في الثقة. نيكولاس ستوبر أيضا لغاية دلوقتي كل أهم إيه، مش عاوز يفرح ولا طبعا، لسه بدري خالص، 15 نقطة كفة أرجح، لكن لسه بدري خالص، لسه نص مباراة. فلاديمير هيكون عليه عامل كبير جدا. فلاديمير خد خبطه في الهب كده، هنشوفها تاني اهي. فعلا خد خبطه بسيطه ان شاء الله. 45-30 عاوزين نستمتع باللقاء. عبد الرحمن يحيى وعرفان، وهنا الحيره 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 من كوتش فيسيالس المدرب اليوناني. مدرب جيد جدا باجماع الخط، قدر يعمل توليفه كويسه. طبعا هناك طبعا مصطفى عصام مش موجود، كان معتمد عليه في اعاره لاعب المنتخب وصانع العاب السد، وايضا ناصر الريس لاعب الارتكاز خارج البلاد.
الخارجيه في الولايات المتحده. يغيب عن السد 2 لاعبين انتهى الاهميه. ومن جديد ستوفر والكيك اوت احمد الدرويش. باص خد الهديه عبد الرحمن. عبد الرحمن قال له شكرا على هذه الهديه وعلى طول الهوك شوت الشهير بيها عبد الرحمن كيدي. بابا بكر عمر من جديد. عمر والمحاولات وانسايد نايس باس اسيس رائع وكت رائع من فلاديمير. اذا هي عوده فلادا. شوف 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 على طول باليسرى بالليف هاند يسجل من جديد ويقلص الفارق الى 13 نقطه. عبد الرحمن جوليوس عرفان مكان عرفان تصويب عرفان قصير عمر سعيد. ابو بكر ترانزيشن ديفنس رائع من الوكره ومحاوله للتمرير والكت لكن جوليوس يرتكب هذا اللاعب الاكثر من مهم جوليوس كولز. خطا بالفعل لمصلحه كوستاس. ادخال الكره من الحد النهائي اي كلام. ومن جديد جوليوس والترانزيشن قال له روح يا ستوفر تانك على طول سلام تانك وان هاند رائع. قال له عارفين بعض حفظوا بعض وهنا في هجمه عنتريه اول ذا واي. ابا بكر ديانج يسجل ويرد سله بسله. اذا 49 36 ازداد التيمبو للسرعه ولكن يعود بجديد هنا الزون ديفنس وعبد الرحمن والكيك اوت احمد الدرويش. احمد الدرويش ويتمكن من الحصول على المتابعه والروح العاليه من السدويه. ابا بكر بابا بكر وعمر كيك اوت فيصل. هي كوستاس اون فاير لكن الفاير مش شغال. كوستاس لا زال عطلان بخمس نقاط يعني ثلاثيه ست نقاط ثلاثيتين فقط لكوستاس. عامل مهم جدا هو جاي من اليونان عشان يسجل مثل هذه التصويبات في الاوبن شوت ويضيع الكره لكن متابعه جيده من كوستاس لنفسه حقه لابو بكر وقف المباراه. التمريرات سدويه عمر سعد تضيع الكره 49 36 تشجيع من الكوتش لا يملك الان الفاصل هنا الا تشجيعهم. فاصل من التصويبات من كلا الجانبين خارج السله بلا اي لازمه. 49 36 من جديد كوستاس. عمر المره دي فيك وراح وجميله يا عمر روعه درايف رائع. يا سلام يا عمر يا سعد. عمر سعد هنشوف ازداد خبراته وون هاند وسدد بايده هو ده المطلوب. برافو برافو هو ده حال الكوتش لعبد الرحمن. تمركز دفاعي جيد من السد وكمان ستيل رائع من فلادا وراح يا ابو عيسى بالايد اليسرى ومكمل وراه فلادا. اذا هنا الستيل والخطا الشخصي و 49 38 اعزائي المشاهدين شوف على طول ابو عيسى راح كان اخذ اول خطوه يمين علشان كده كان بيشوط هو اوت اوف بالانس. اعتقد لو كان خد اول ستيب يسار كان هيروح مرتاح لانه طلع بايده اليسرى مع رجله اليمنى في التصويبه وبالاخير الكره خطا شخصي والتايم اوت ونعود لاستكمال اللقاء.
التصويبات الرميات الحرة. فيصل أبو عيسى ينجح في تسجيل رمية حرة أولى. ولم ينجح في الرمية الثانية. إذن 49-39 الفارق على البيستين. روعة ودفاعات قوية. إفاقة في ديفنس قوي يؤدي إلى التقليص أعزائي المشاهدين لثمان نقاط هي الفارق الآن. وشايفين جوليوس في رقابة لصيقة من أبو عيسى والبحث عن التمرير، وجوليوس وفي حيرة في هجوم الوكرة الآن. فاجئ السد الوكرة بالمان تو مان للبريستا. هو فيها صفارة ما فيهاش حاجة، فيها سلة في الأخير لمصلحة عرفان. وال 51-41 أعزائي المشاهدين، أقل من خمس دقائق والكرة في حيازة الزعيم السداوي وبوباك. هو ده المطلوب، الدرايف مطلوب. بدون هذا الدرايف وخلخلة واختراقات الدفاعات لن يكون للسد اعتماد على التصويبات. هنا نزول محمد إيهاب جلال.